وغيبقى الزيت وغيبقى هذاك الظل نهار كله خاوي ما غيضرنا لا حنا لا ولاد الجنة. دابا عاد عندو خط ازرق عليكم باش تخرجوا الازبال ديالكم ما بين الساعة 8 وال 10 الليل. إلا كنتو كتسكنوا في الأحياء الداخلية شي حي ما كيطفيشي محمد سعيد نائب ثاني للرئيس قطاع السويد. هذه واحد الحملة تأسيسية الساكنة باش يخرجوا الأزبال ديالهم يعني النفايات ديال واحد الوقت محدد باش تقول الشركة وتجمعوا. هذه هي هذه الحملة هذه إن شاء الله تعالى تكون النتائج ديالها الصالح لهذ المدينة هذه هي غيتجمعوا هاد البرامج اللي كاين هاد الحاويات ما يبقاوش باش ما يبقاوش يطلقوا واحد المجموعه ديال الميكروبات واحد المجموعه ديال التاثيرات اللي كتاثر على الصحه ديال المواطن وكذلك غتوح الجماليه والناس غتبقى تخرج واحد الوقت محدد للنفايات ديالها والشركه غتكلب بالجمع ديالها يعني في ساعه محدده يعني واحد ثلاثه سوايع حددناها من 10 تقريبا حتى 12 غتكون النفايات ما كايناش كتضر في طنجه يعني وكاين شي ورعه كبيره اللي غتبدا من 8 ديال 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 العشيه. كاين ممثل هنا ديال الشركه اللي ممكن يعطيكم تصريح في هذا المجال هذا ويعطيكم مسائل التقنيه ديال الحمله التاسيسيه. مسؤول الاستغلاليه ديال شركه تيتا بوغاز كنعملوا هذه الحمله الثانيه في المقاطعه 15 بعد ما من المقاطعه 14 من بعد من المقاطعه 16 باش ندوزوا لجميع الساكنه ديال الاحياء ديال المقاطعة التسواني. كان نقوم بواحد عملية تحسيسية للساكنة باش واحد ثقافة ديال كيفية تدبير النفايات المنزلية وكيفية التعامل معها باش نوحد واحد التوقيت اللي غادي يخلي الأحياء نظيفة واللي يقدر يساهم كذلك في تقليص الكلفة اللي كتبقى ديال النفايات وكيفية التعامل معها والجمع ديالها إلى غير ذلك. كنتمناو أن الساكنة تجاوب مع هذه الشركة ديال النظافة من أجل الوصول لواحد المدينة نظيفة اللي تساير في النظافة ديالها باقي المشاريع الأخرى اللي كتكمل المنظومة ديال طنجة الكبرى.